السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله سماحة السيد الهندي، بشرونا كيف حال عنكم. سيدنا؟ السيد بخير، صلي على محمد وآل محمد. لا لا، محمد وآل محمد. والله أنا كنت أتحدث مع الموالين من قليل حول آية المباهلة. ماذا؟ آية المباهلة، فقلت على نبي أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، على أن الإمام علي سلام الله عليه هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ايه طيب، هل عائشة نفس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فهل عائشة نفس النبي؟ ومن آياته أن خلق لكم من وعائشة زوج النبي. ما ادري والله، هسه اشوفه ممكن رواية موجودة، انا ما اقدر هسه الان. هذه آية في القرآن. طيب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي الصحابة، فالنبي نفس الصحابة؟ اللهم صل على لا ول عن طب مش معنى باءكم يعني مش معنى باءكم تجر وباءنا لا تجر يا سماحة السيد؟ يعني مش معنى أنتم خليتوا الإمام علي، ما احنا بنجيب لكم آيات في القرآن أهو. هذه الآية كقول الله تبارك وتعالى هذه الآية كله للمذهب أهل البيت فقط بالعافية. يعني الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين في حادثة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذا لم يجب ذلك أن يكون المؤمنون والمؤمنات متساويين. والله سبحانه وتعالى قال في قصة بني إسرائيل: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وهذا أيضا لا يثبت أن بني إسرائيل كلهم نفس واحدة. اسمعني هسه انا مشغول معلش، وانا بقول لك من ايات من القران. طب الله سبحانه وتعالى قال: ولا تلمزوا انفسكم. فهل اللي بيلمز اخوه المسلم، يعني الظالم ده اللي لمز وعاب على اخوه المسلم زي المظلوم؟ ولا تلمزوا انفسكم، افا هرب وسكر. هل الظالم زي المظلوم؟ عرفت ان انفسهم هذه من لغه العرب، من لغه القران الكريم، وليس ان علي نفس النبي. هرب سيدهم الهندي، حتى الهند لبستوه عمامة سودة وخليتوه سيد علينا يا شيعة العرب، والآن هرب. أنا مشغول، إما تجيب له آيات من القرآن الكريم. مشغول، لا يقبلون القرآن ولا يقبلون المحاججة بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذه من آكد الأدلة التي يستدل بها الشيعة الاثني عشرية في إثبات عصمة أهل البيت وإمامة علي وفاطمة والحسن والحسين. المفروض يقولوا وفاطمة معاهم، لأن لا تخلوا الثلاثة أئمة والرابع مش إمام. هذه آية المباهلة وهذا الهروب المتكرر في هذا الاتصال. لمن يشاهد الاتصال مسجل، هذا الهروب المتكرر من معمم الإمامية الاثنى عشرية، معمم تلو الآخر: نحاججهم ونناظرهم في آية المباهلة لكنهم يعجزون ويرفضون المناظرة. كان معكم سيد الشيعة المسمى بالسيد الهندي. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش، سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.